السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في كورس Physics 2 for Dentistry Students by me دكتور محمد سعد صادق Lecturer of Physics Basic Sciences Department Faculty of Engineering Sinai University. Geometrical Optics. Geometrical Optics اللي هو علم دراسة الضوء باعتباره وكأنه يسير في خطوط مستقيمة. بنقول ان طبعا العلم ده ليه تطبيقات كتير جدا جدا في مجالات الحياة، وخاصة المجالات الطبية، منها طبعا زي العدسات، زي النظارات، زي طبعا الاوبتيكال فايبرز اللي هي الالياف البصرية وما الى ذلك. الموضوعات اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة هتبقى اللي هي اللي قدام على الشاشة ده الكترومغنيتيك سبيكتروم، ده سبيد اوف لايت، ده نيتشر اوف لايت، بولاريزيشن، ريفليكشن اند ريفراكشن، The index of refraction أو بنسميه refractive index, polarization by reflection and Brewster law. طبعا في البداية بنقول يعني إيه electromagnetic spectrum. لازم نعرف يعني إيه electromagnetic spectrum، لأن الضوء هو جزء من electromagnetic spectrum. بنقول عموما إن electromagnetic spectrum هو عبارة عن electric field. الإلكتريك فيلد ده بيهتز وبالتالي بيجنريت magnetic field، وبالتالي بنقول ان هو اسمه الكتروماجنتيك، ان هو عباره عن الكتريك فيلد وماجنتيك فيلد. بنقول ان الموجه زي ما هي ظاهره قدامي على الشاشه بتبقى عباره عن مركبه من الالكتريك فيلد، وطبعا بيكون متعامد عليها الماجنتيك فيلد، وطبعا بيكون الاثنين متعامدين على بعض ومتعامدين على اتجاه انتشار الموجه. وطبعا احنا درسنا سابقا ان لما يكون الاهتزاز عمودي على اتجاه انتشار الموجه اللي هو the propagation أو the propagation direction أو the traveling direction اللي هو اتجاه انتشار أو حركة الموجة. بنقول نفترض إن الموجة بدأت عند النقطة دي وبتنتقل في الاتجاه ده، يبقى ده الـ traveling direction. طبعا الإلكتريك فيلد قلنا بيهتز في اتجاه عمودي على المحور ده، والماجنتيك فيلد بيهتز في اتجاه عمودي على المحور ده. يبقى سواء كان الإلكتريك فيلد أو الماجنتيك فيلد بنقول إن هما بيهتزوا في اتجاه عمودي على اتجاه انتشار الموجه، وبالتالي في الحاله دي بنقول ان هي ترانسفيرس ويف. يبقى احنا بنقول ان الالكتروماجنتيك ويف هي ترانسفيرس ويف. تمام، ده اول معلومه. تاني معلومه بنقول ان هو عباره عن الكتريك فيلد وماجنتيك فيلد وبيهتزوا في اتجاهين متعامدين على بعض. تالت معلومه بنقول ان هو الالكتروماجنتيك ويفز بتتحرك سواء في الفاكيوم او في الماتيريال، يعني بنقول ان هي ما بتحتاجش وسط ان هي تنتشر من خلال. تمام، الالكتروماجنتيك ويف. طب الالكتروماجنتيك سبيكترام اللي هو الطيف الكهرومغناطيسي، بنقول ان الطيف الكهرومغناطيسي بيتكون من ويف لينثز مختلفه ومن فريكوانسز مختلفه. طبعا العلماء قسموا الفريكوانسز المختلفه او كل باكج من الفريكوانسز سموها مسمى معين. سموا طبعا في جزء بنسميه الراديو ويفز، وفي جزء بنسميه الانفراريد، في جزء بنسميه الفيزيبل لايت، ده الضوء المرئي اللي احنا بنشوفه بعينينا. طبعا بنلاحظ ان هو ده طبعا ده يمثل جزء صغير جدا من الالكتروماجنتيك سبيكترم. طبعا ده يعتبر تكبير للجزء ده عشان نقدر نميزه. طبعا بيتكون من الالوان الطيف السبعه اللي احنا نعرفها، بدايه من الاحمر، طبعا نهايه باللي هو اللون الفايلت اللي هو البنفسجي. بنقول طبعا ان ده الاتجاه ده من الشمال لليمين ده اتجاه زياده الانرجي طبعا، والعكس ده اتجاه زياده الويف لينث. بنلاحظ طبعا ان الانرجي بتتناسب عكسيا مع الويف لينث. بنقول ان الالكتروماجنتيك سبيكترم الانرجي ليه تعطى بالعلاقه دي، الاي بتساوي الاتش في الفريكوانسي. طبعا الفريكوانسي بتساوي، طبعا احنا نعرف ان الفي اللي هي السرعه بتساوي اللامدا في الفريكوانسي، يعني الفريكوانسي هيساوي الفريكوانسي هيساوي الفي على اللامدا، يعني نقدر هنا نقول اتش في على اللامدا. طبعا بنقول ده لو احنا بنتكلم عن سرعه موجه عاديه. لو احنا بنتكلم عن سرعه الالكتروماجنتيك سبيكترم هنقول ان سرعته هتبقى سي، فاحنا هنقول ان الانرجي هتساوي اتش سي على لامدا. عموما ان الانرجي بتتناسب عكسيا مع الويف لينث وبتتناسب طرديا مع الفريكوانسي، يعني كل ما الفريكوانسي يزيد الانرجي للالكتروماجنتيك سبيكترم يزيد. طبعا قلنا لو الويف لينث هيزيد يبقى الانرجي للالكتروماجنتيك سبيكترم هيحصل لها ايه؟ هتقل. بنقول طبعا هنا الراديو ويفز الانرجي ليها اقل، الانفراريد بتكون اكتر شويه، الفيزيبل لايت بدات تزيد، الالترا فايلوت اللي هي الاشعه الفوق البنفسجيه بدات تزيد، الاكس راي اشعه اكس الانرجي ليها اعلى من الالترا فايت واعلى من الفيزيبل لايت. طبعا الجاما رايز بتكون ايه اعلى الانرجي. طبعا بعد كده في حاجه اسمها الكوزميك رايز، ولكن
هنهتم احنا بالجزئيه اللي قدامنا دي بقى. بنقول تاني، لو انا سالت الاكس راي الطاقه ليها اعلى ولا الراديو ويف، هنعرف ان الاكس راي هنقول لان الفريكوانسي ليها اعلى. احنا قلنا طبعا الاتجاه اللي فوق ده اتجاه زياده الفريكوانسي او الانرجي طبعا، العكس طبعا ويف لينث، احنا قلنا زياده الويف لينث هتبقى ناحيه الشمال. تمام، ده بالنسبه للالكترومغنتيك سبيكترم. زي ما احنا شايفين الفيزيبل لايت الضوء اللي احنا بنشوفه جزء من الالكترومغنتيك سبيكترم، عباره يعني هو شايفين ان هو جزء صغير صحيح، ولكن هو جزء من الالكترومغنتيك سبيكترم، اذا هيكون ليه نفس الخصائص. نفس الخصائص بنقول ان الالكترومغنتيك سبيكترم بتحرك بسرعه الفي بتساوي حاجه اسمها السي، والسي ده هي سرعه او دي سرعه انتشار او سرعه انتقال الضوء في الفراغ عموما، اللي احنا بنقول هي بتساوي 3 في 10 اس 8 متر على الثانيه. يبقى بنقول ان الالكترومغنتيك سبيكترم بيتحرك في الفراغ بسرعه ثابته، السرعه الثابته دي بتساوي 3 في 10 اس 8 متر على الثانيه. بنقول طبعا ان الضوء او اي الكترومغنتيك ويف زي اللي هي قدامها اللي احنا قلنا عليهم التوزيعات اللي قدامها على الشاشه كلهم بيتحركوا بنفس الايه؟ بنفس السرعه، ولكن الاختلاف هنا بيكون في الفريكونسي وبالتالي الويف لينث وبالتالي الان. طيب هنا بقى هنتكلم عن الضوء عموما، بنقول ان الضوء هو جزء من الالكترومغنتيك ويفز او هو الكترومغنتيك ويف، يبقى هو جزء من الالكترومغنتيك سبيكترم. بنقول ان سرعه الالكترومغنتيك سبيكترم كانت كام؟ قلنا كانت 3 في 10 اس 8 متر على الثانيه. تمام، يبقى ده عموما. بنقول طيب لو هنشوف كمان شويه لما نتكلم على الريفراكشن، لو الضوء اتحرك في وسط غير الفراغ او في غير الهواء، هل السرعه هيحصل لها ايه؟ ده اللي هنشوفه واحنا بنتكلم عن الريفراكشن. طب ده اكزامبل هنا بيقول لي find the range in wavelengths in vacuum for visible light in the frequency range between 4 times 10 to the power 14 هرتز. بيقول لي طبعا عايز يحسب هنا، بيقول لي find the range، عايز يحسب الرينج للويف لينثز، عايز يحسب الويف لينثز، واعطاني طبعا الفريكونسي. طبعا هنا بنقول ان احنا الكلام ما فيهوش يعني لف ولا اي حاجه، بنقول ان هي مساله مباشره جدا. بنقول ان السي اللي هي سرعه الموجه بتساوي اللمدة في الفريكونسي. طب السي قلنا ده كونستانت، لان احنا قلنا هنا قال لي الويف لينثز بتوين، قال لي طبعا لو احنا خدنا بالنا قال لي من الريد لايت الفايلوت لايت، طبعا الريد والفايلوت طبعا ده الضوء المرئي اللي احنا بنشوفه بعينينا. يبقى احنا بنتكلم هنا عن الفيزيبل لايت اللي هو جزء من الالكترومغنتيك سبيكترم اللي هي سرعته 3 في 10 اس 8 متر على الثانيه. طبعا لما يديني الفريكونسي هقدر بسهوله جدا ان انا احسب الويف لينث زي ما هو يديني طبعا الايه الامثله قدامي على الشاشه، وهنعوض تعويض مباشر ما فيهاش اي مشكله. The nature of light، طبعا احنا بنقول طبيعة الضوء، هل طبيعة الضوء هل هي بالأهمية إن احنا ندرسها أو لا؟ ده اللي احنا هنقوله دلوقتي. بنقول طبعا طبيعة الضوء بنقول إن دي حيرت العلماء فترة كافية من الزمن وفترة كبيرة. بنقول إن في نهاية القرن أو لغاية قبل نهاية القرن التسعتاشر بسنوات بسيطة كان العلماء بيعتبروا الضوء طبعا كانه موجه، الطبيعه الموجيه اللي احنا بنقول عليها الويف نيتشر او الويف بيكتشر للضوء، ان احنا بنتعامل معاه او بنعتبره كويف. زي ما احنا قلنا ان هو عباره عن الكترومغنتيك ويف وبيتحرك بسرعه ثابته في الفراغ اللي هي السي اللي بتساوي 3 في 10 اس 8. ولكن فوجئ العلماء بان في بعض الظواهر التفسير ليها باستخدام الويف نيتشر او الطبيعه الموجيه او النظريه الموجيه فشل ان هو يفسر الظاهره دي، زي ظاهره اسمها الكومتون افكت والفوتو الكتريك افكت وما الى ذلك. طبعا علشان العلماء يفسروا الكلام ده كله بدا يطلع او يظهر تفسير تاني ان احنا بنعتبر الضوء وكانه بارتكل. يبقى احنا في الحاله دي لقينا ان في بعض الظواهر علشان تفسر باستخدام او عشان نفهمها لابد ان احنا نعتبر الضوء كانه ويف. طبعا ويف ان هو عباره عن الكترومغنيتيك ويف، طبعا عرفنا البروبرتيز الالكترومغنيتيك ويفز من شويه، وفي بعض الظواهر فشلنا ان احنا نفسرها بكانها ويف، فاحنا قلنا ان احنا هنعتبره كانه بارتكل. يبقى في الحاله دي ان طبعا البارتكل والويف هما عباره عن شيئين مختلفين تماما ان احنا نعتبرهم حاجه واحده. بنقول الويف اللي هي الموجه زي ما احنا قلنا قبل كده، موجات الصوت وطبعا باقي الموجات اللي احنا كنا بنقول ان هي تهتز في الوتر والحبل والكلام ده كله. البارتكل بنقول ان احنا بنعتبر ان الشيء ده عباره عن جسيمات زي ما احنا ممكن نصورها بكور البلياردو، الكور البلياردو بتصطدم في بعضها وبتنتقل الطاقه من كره الى اخرى. يبقى الويف نيتشر والبارتكل نيتشر دي حاجه مختلفه تماما.
قلنا طبعا علشان احنا نقدر نفسر بعض الظواهر خاصة المرتبطة بالإميشن والأبسوربشن اللي أنا قلت عليها الكومتون إفكت والفوتو إلكتريك إفكت من شوية، هنفترض أو هنعتبر الضوء وكأنه بارتكل. قلنا إن البارتكلز دي بنسميها حاجة الفوتونز، تمام. الفوتون ده عبارة عن كوانتا اللي هو عبارة عن كميات من الطاقة، كل كمية أو كل فوتون ليه طاقة، الطاقة بتعتمد على تردد الضوء نفسه. البيكتشر التانية أو النيتشر التانية بنقول عليها إيه؟ نوع اللي ان احنا بنعتبر الضوء وكانه ويف، ان كانه الكتروماجنتيك ويف. يبقى احنا بنقول ذا نيتشر اوف لايت ايه، ان بنقول ان هو ليه ويف نيتشر وبارتكل نيتشر، بنسميها الدواليتي اوف ايه اوف لايت ويف، اللي هي ازدواجيه الايه، ازدواجيه الطبيعه، تمام. او اللي بنقول الدواليتي اوف نيتشر اللي هي ازدواجيه طبيعه الضوء، ان هو بيتصرف كويف وكانه، او ممكن في بعض الاحيان بيتصرف وكانه ايه، وكانه بارتكل، تمام. زي ما احنا اتكلمنا من شوية قلنا ان الضوء ممكن يبهيف از الكتروماجنتيك ويفز، او يبهيف از يتصرف وكأنه بارتكل. احنا في خلال الكورس هندرس الضوء وكأنه الكتروماجنتيك ويفز فقط. طيب الظواهر اللي احنا هندرسها دي هيبقى اكتر من حاجة، اولها البولاريزيشن. يعني ايه بولاريزيشن؟ بنقول تاني بنأكد إن الضوء عبارة عن الكتروماجنتيك ويف. قلنا الكتروماجنتيك ويف يعني عبارة عن الكتريك فيلد، وبيهتز في اتجاه عمودي على الماجنتيك فيلد. يبقى انا الالكتروماجنتيك قلنا هي عباره عن الكتريك وماجنتيك، يبقى الكتريك فيلد وماجنتيك فيلد زي ما احنا شفنا في الاول، الكتريك فيلد متعامد عليه ماجنتيك فيلد، والاثنين بيهتزوا في اتجاه متعامد على اتجاه انتشار الموجه. طب احنا عشان نفهم البولاريزيشن واحنا بنشرحها وتبقى واضحه، احنا هنركز على مركبه الالكتريك فيلد فقط، تمام. يبقى احنا هنهمل او ان احنا مش هنتكلم على مركبه الماجنتيك فيلد. طيب هنا بنقول هنيجي بقى نتكلم على الالكتريك فيلد لوحده مع اتجاه الانتشار. هنا الالكتريك فيلد عمودي على اتجاه الانتشار، تمام، وده اتجاه الانتشار، ده اتجاه انتشار الموجة. طيب لو احنا قلنا الالكتريك فيلد كان في الاتجاه ده وده اتجاه الانتشار، طبعا الرسمة دي وكأنها خارجة من الصفحة مثلا، في الحالة دي هيبقى الالكتريك فيلد عمودي عليه. يبقى احنا هنا بنقول بقى ان الضوء العادي اللي جاي من الشمس او من المصباح العادي او معظم اللي هي مصادر الضوء، بنقول ان هو بيبقى polarized randomly أو unpolarized، يعني بنقول إن هو يا إما غير مستقطب أو بنقول مستقطب بعشوائية. خلينا في كلمة غير مستقطب تبقى أفضل شوية، بنقول إن هو ده unpolarized light، يعني بيبقى غير مستقطب. يعني إيه مستقطب؟ طب نفهم الأول إن هو يعني إيه غير مستقطب، وبعد كده هنفهم يعني إيه مستقطب، أو لو فهمنا واحدة فيما نفهم العكس. طب بنقول نفترض إن أنت هتشوف الويف اللي بتتحرك دي، او انت هتنظر اليها من وليكن نقطة اتجاه الانتشار. يعني ايه؟ انت هتبص للموجة وهي جاية ناحيتك، يبقى النقطة اللي في النص اللي انا رسمتها دي ايه؟ وكأن السهم، وكأن انت السهم او الموجة جاية ناحيتك، انت واقف في مكانك والموجة جاية من الشاشة وجاية في ناحيتك، هتشوف ايه؟ طبعا احنا قلنا السهم ده هتشوفه كأنه نقطة. طب الالكتريك فيلد هيبقى عمودي على ايه؟ عمودي على اتجاه الانتشار. يبقى انت لو عملت سهم من الشاشة لناحيتك هتلاقي الالكتريك فيلد عمودي عليه. عمودي عليه ازاي؟ يعني هنفترض ان الالكتريك فيلد هتلاقيه طبعا في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها وليكن كان اتجاهه بالشكل ده، بعد شويه هتلاقي اتجاهه بالشكل ده، بعد شويه هتلاقي اتجاهه بالشكل ده، بعد شويه هتلاقي اتجاهه بالشكل ده، هتلاقيه عباره عن اسهم، الاسهم اتجاهاتها مختلفه مع بعضها، ولكن كل الاسهم موجوده في مستوى الشاشه، يعني وكانك رسمتها على الشاشه، صح ولا لا؟ واحنا هنا بنقول ان مستوى الشاشه عمودي على السهم اللي جاي من الشاشه ناحيتك. يبقى في الحالة دي بنقول إن اتجاهات أو اتجاه الإلكتريك فيلد هو عمودي على اتجاه الانتشار. طب إحنا هنا في الحالة دي بنقول إن الإلكتريك فيلد بيبقى زي ما إحنا شايفين هو راندوملي بولارايزد. ليه؟ ده معناها إن الإلكتريك فيلد بيهتز بزوايا مختلفة مع بعض، ولكن جميع الإلكتريك فيلد دايركشنز ده عمودي على، أو كومبوننتس بنقول إن هي عمودية على اتجاه الانتشار، لأن كلها موجودة في مستوى الصفحة، والصفحة عمودية على السهم اللي احنا قلنا اللي انت رسمته من الشاشة لناحيتك، اللي احنا بنقول عليه الايه، الدايركشن اوف بروباجيشن او الدايركشن اوف ترافلنج، ده للويف اللي هو اتجاه انتشار الموجة. طيب لو احنا قلنا ان انت، نفترض ان انت بقى هتيجي تبص للضوء ده من فتحة صغيرة ورفيعة جدا، الضوء هيعدي لك ازاي؟ بنقول طبعا كل الكومبوننتس دي هيحصل لها ايه؟ مش هتعرف تعدي. امال مين اللي هيعدي؟ هنلاقي طبعا المركبة العمودية اللي هي بتهتز ايه؟ لأعلى والأسفل فقط، والباقي كله السليت الفتحة الصغيرة دي هتحجبه. يبقى احنا نفترض إن أنت عندك ويندو رفيع جدا
وانت هتشوف الضوء من خلاله. قلنا الويندو ده هيعمل ايه؟ الويندو ده هيعدي الفتحة الرفيعة، اسف، هو عبارة عن فتحة رفيعة، فهتعدي الكومبوننتس اللي بتهتز الاعلى والاسفل فقط. يبقى في الحالة دي الضوء اللي انت شفته هنقول عليه، هنقول عليه بولارايز. ده عموما ده تعريف البولارايز والان بولارايز. الان بولارايز بنقول ان طبعا الالكتريك فيلد بيكون بيهتز in all directions، بيهتز في جميع الاتجاهات. ده بالنسبة لمستوى الايه، اهتزاز الالكتريك فيلد. يبقى بنقول ان الان بولارايزد لايت يبقى الالكتريك فيلد بيهتز in all directions، يعني بيتحرك في جميع الاتجاهات. ده بالنسبة ايه، في بلان واحد، يعني في اسف في بلين واحد اللي هو في مستوى واحد. المستوى ده زي ما انا قلت لك اللي هو انت افترضته الشاشة او الورقة اللي قدامك. ممكن ترسم اسهم مختلفة الايه، الاتجاهات بالشكل ده كده، تمام. ولكن لابد ان هم يكونوا في مستوى عمودي على اتجاه الانتشار اللي هو السهم اللي جاي من الشاشه لناحيتك. طب قلنا لو انت عايز تخليه بولارايزد، قلنا هتخليه مر في حاجه، الجهاز ده هنعرف اسمه كمان شويه، بحيث ان هو بيبقى فيه فتحات صغيره، الفتحه الصغيره دي بتسمح بمرور الالكتريك فيلد اللي بيهتز على طول الفتحه. طبعا احنا هنعرف كمان شويه لو الفتحه كانت بالعرض كده هيبقى اسمها ايه، والفتحه لو كانت بالطول هيبقى اسمها ايه، والجهاز اللي بيبقى فيه الفتحه ده اسمه ايه، هنشوف الكلام ده كمان شويه. يبقى احنا هنا بنقول بنعرف بقى البولارايزد لايت زي ما عرفنا الان بولارايزد. بنقول البولارايزد لايت ويفز دي عباره عن لايت ويفز ان ويتش ذا فايبريشنز اوكير ان سنجل بلين. بنقول ان هي عباره عن موجات الضوء ولكن الايه، الفايبريشنز فيها بتتحرك في ايه، في سنجل بلين، يعني بتتحرك في مستوى واحد، اللي هو لو انا رسمتها بالشكل ده يبقى ده فيرتيكال بلين، ولو انا رسمتها بالشكل ده كده هيبقى الهوريزونتال بلين، تمام. قلنا هنعرف المسميات اكتر كمان شويه. بنقول طيب عمليه ان انا اخلي الضوء ان انا احوله من ان بولارايزد الى بولارايزد، قلنا العمليه دي اسمها بولارايزيشن. هنا البولارايزيشن بتختلف عن البولارايزيشن للايه، للتشارجز. احنا هنا بنتكلم على البولارايزيشن للايه، لللايت ويف. يبقى عمليه ان انا احول الضوء من هو ان بولارايزد انتو بولارايزد لايت، قلنا دي عمليه اسمها بولارايزيشن. قلنا البولاريزيشن دي ممكن تحصل باكتر من طريقه، زي ايه، استخدام حاجه اسمها البولاريزيشن باي ترانسميشن اللي هو البولارويد، اللي هو زي ما انا كنت بشرح دلوقتي ان انت يبقى عندك جهاز، الجهاز ده فيه سليتس او فتحات، الفتحات دي بتسمح بمرور المركبات اللي هي في اتجاهها فقط، وغير كده بتمنعها او بتحجبها من المرور. في حاجه اسمها البولاريزيشن باي ريفليكشن، بولاريزيشن باي ريفراكشن، في حاجه اسمها بولاريزيشن باي سكاترنج. طبعا احنا مش هندرس كل الحاجات دي، ولكن طبعا ده للايه، للامثال. طب تاني احنا لازلنا بنتكلم على البولاريزيشن. انا من شويه وضحت لك نفس الكلام اللي هو مرسوم قدامك، الالكتريك فيلد وبيتحرك ازاي. وطبعا احنا لو سمحنا للايه، للمركبات اللي هي الفيرتيكال دي بس هي اللي تعدي، فاحنا قلنا في الحاله دي يبقى الضوء حصل له عمليه ايه. طب احنا هنتكلم عن اول حاجه البولاريزيشن باي ترانسميشن او باستخدام. طيب بنقول البولارويد ده اللي هو ببساطه اللي انا كنت بقول لك، جهاز بيبقى الجهاز ده فيه فتحه، الفتحه بتسمح بمرور المركبات اللي هي في ايه، في اتجاه او على طول الفتحه. قلنا الجهاز ده عموما ممكن نسميه البولارويد او البولارويد فلتر او البولارايزنج شيت او ممكن نسميه البولارايزر، اي مسمى من الاربعه اللي قدامك ده طبعا يعتبر ايه، مسمى صحيح، تمام. بنقول ان عموما ان الجهاز ده مين اللي اخترعه، بنقول في واحد اسمه ادوين لاند، ده اخترعه لما كان طالب اندر جرادويت، يعني يعتبر في سنك مثلا دلوقتي، كان لسه طالب وبيدرس واخترع الايه، البولارويد، تمام. بنقول ان هو البولارايزنج شيت او البولارويد ده بيتكون من ايه، بنقول ان هو بيتكون من ماده، الماده دي وهي بتتصنع بيحصل لها تطوير او تغيير معين، بحيث ان احنا نعمل ستريتشنج للمولكيولز، فالمولكيولز تبقى موجوده بشكل، وليكن لو احنا عايزينها تبقى فيرتيكال بالشكل ده، تبقى بشكل طولي بحيث ان الضوء يمر ما بين المسافات اللي هي بين الايه، بين المولكيولز. يبقى هو بيتكون من عباره عن مولكيولز، المولكيولز دي غالبا بتبقى المولكيولز لماده البلاستيك. بنقول ان احنا بيحصل له عمليه ستريتشنج بحيث ان المولكيولز يحصل لها اصطفاف في اتجاه معين، بحيث ان ايه، نسمح للضوء ان هو يمر من خلال الايه، من خلال المسافات اللي هي بين المولكيولز دي. طبعا زي ما احنا قلنا، وكان ان انت ببساطه عندك شيت، والشيت بيبقى فيه وليكن فتحه بالشكل ده، تمام. الفتحه دي الوحيده اللي هتسمح بمرور الضوء، اما باقي الفتحات هيحصل لها ايه، هتمتص من خلال الايه، من خلال المولكيولز اللي هي المكونه للماده. بنقول زي ما احنا شايفين في الصوره اللي قدام هنا كده، هنا الضوء كان ان بولارايزد، يعني الالكتريك فيلد بيتحرك او بيهتز في اتجاهات متعامده على اتجاه الانتشار اللي هو ده.
طبعا لما يمر في البولارويد قلنا هيحصل له ايه؟ قلنا كل الكومبوننتس هتمتص ما عدا الكومبوننتس اللي هي ايه موازيه للايه للفتحه اللي موجوده في الايه في البولارويد او البولارايزنج شيت. زي ما احنا شايفين ده، لو احنا هنقول تاني احنا هنمسح الشاشه، بنقول طبعا ده unpolarized light، وطبعا ده بيبقى ايه ده البولارايزد لايت. كلهم طبعا بنلاحظ ان هم بيخرجوا بره البولارايد او البولارويد. قلنا ايه اللي هيحصل؟ قلنا بنلاحظ ان كلهم بيتحركوا في اتجاه ايه، في اتجاه واحد اللي هو الاتجاه الموازي لحاجه اسمها البولارايزنج اكسس. يبقى احنا قلنا هنا لو الفتحه اللي موجوده في البولارويد بالشكل فيرتيكال بالشكل ده، هنا الخط المار بالايه بالفتحه دي بنسميه البولارايزنج اكسس، هنا ده بيبقى فيرتيكال. طب لو احنا قلنا بالشكل الفتحه كانت بالايه هوريزونتال افقيه كده، هنقول يبقى هنا البولارايزنج اكسس هيبقى ايه، هيبقى افقي. يبقى البولارايزنج اكسس ده الاكسس اللي هو المحور اللي الموجات الخارجه من البولارويد بتكون موازيه ليه، تمام. بنقول طبعا ممكن ايضا دي صوره اخرى، طبعا هنا بنقول ان الويف الالكترومغنيتيك ويفز او اللايت ويفز بتبقى داخله بتهتز في اتجاهات مختلفه. طبعا هنلاحظ ان هنا البولارايزنج اكسس هيبقى فيرتيكال، يعني هيبقى افق عمودي اسف. فطبعا هو المركبه العموديه هي اللي هتمر. هنا ممكن اجي اسالك اقول لك احنا استخدمنا بولارايزنج اكسس، البولارايزنج اكسس ده كان فيرتيكال، يبقى الالكتريك فيلد الخارج بقى الترانسميتد الكتريك فيلد دايركشن هيبقى ايه؟ هتقول لي فيرتيكالي بولارايزد لايت. ليه؟ هقول لك لان انا قلت لك ان البولارايزنج اكسس كان فيرتيكال، لو كان كده يبقى الالكتريك فيلد اللي هيخرج هيبقى كده، لو كان هوريزونتال هيبقى الالكتريك فيلد اللي هيخرج بايه؟ هيكون موازي للبولارايزنج اكسس اللي هو يعتبر الفتحه اللي موجوده في البولارويد اللي هيمر منها الالكتريك فيلد. اما باقي بقى الراندوم اللي هو الراندوم ارينجد الكتريك فيلد ده هيحصل له ايه؟ هيحصل له ابسوربنج، يعني هيمتص في الماده ومش هيمر. طبعا دي صوره اخرى للتوضيح. نقول بقى لو انت ده سؤال، ودي فكره مهمه جدا جدا جدا، يمكن احنا هنفهم فائدتها كمان شويه. نقول لو انت عندك بقى ضوء بالشكل ده كده، ده ان بولارايز تمام، وهيمر فيه بولارايزر او احنا قلنا البولارويد بحيث ان الاكسس بتاعه فيرتيكال. قلنا ايه اللي هيحصل؟ قلنا المركبه الفيرتيكال هي اللي هتمر. طب قلنا لو احنا خلينا بقى يمر ببولارايزر تاني، البولارايزر ده كانت الايه الفتحات بتاعته او الاكسس بتاعه كان هوريزونتال، قلنا هيحصل له ايه؟ قلنا طبعا لما هو فيرتيكال وعايز يمر من فتحات هوريزونتال قلنا مش هيمر، فطبعا في النهايه انت مش هتشوف الضوء تمام. يبقى لو انا جيت سالتك برضو، لو انا جبت موجه ضوئيه او خليتها تمر من بولارايزر او بولارويد كان الاكسس بتاعه فيرتيكال، وبعد كده الموجات اللي طلعت من الايه من البولارايزر ده او البولارويد ده خليتها تمر ببولارايزر تاني الاكسس بتاعه كان هوريزونتال، هتقول لي في الحاله دي ايه؟ هنشوف الضوء عامل ازاي؟ هل هنشوفه فيرتيكالي بولارايزد ولا هوريزونتالي بولارايزد؟ هتقولي لا ده احنا مش هنشوف ضوء. يبقى لو كان الموجه الراندوم اللي هتمر من ده لوحده يبقى تطلع هنا فيرتيكال تمام، لو كانت هتمر من ده لوحده هتطلع هوريزونتال. طب لو هتمر من ده ثم تمر من ده، قلنا يبقى انت في الحاله دي مش هتشوف ضوء. ليه؟ قلنا لان طبعا البولارايزر الاولاني مرر لي الايه الفيرتيكال كومبوننت، والبولارايزر الثاني امتصها لان هي طبعا مش ايه ماهيش موازيه للفتحات اللي موجوده فيه تمام. هنا طبعا بنأكد تاني ان ده لو احنا قلنا ده البولارايزر اللي هو ده، قلنا ده الخط اللي هو ايه ده الايه ده البولارايزنج اكسس، قلنا الموجات الترانسميتد اللي هتعدي منه هتبقى ايه؟ هتبقى موازيه للايه البولارايزنج ايه اكسس زي ما احنا شايفين في الصوره اللي قدام تمام. طيب ده بالنسبه للايه للبولارايزنج اكسس والترانسميتد لايت ويفز وطبعا الانسيدنت لايت ويفز وطبعا الايه عمليه البولارايزيشن. انا قلت لك من شويه احنا هنعرف فايده الكلام ده من الناحيه التطبيقيه. نفترض ان انت راح تشتري نظاره شمس مثلا، وانت عايز تعرف ان نظاره الشمس دي هل هي يعني هي اصليه زي ما بنقول ولا هي اي كلام. بنقول في الحاله دي انت بتعمل ايه؟ انت وليكن عندك النظاره، وليكن هتبقى زي ما هي بالشكل ده كده، بنقول طبعا العدستين هيبقوا زي بعض في الايه من ناحيه الايه البولارايزنج اكسس. هنا البولارايزنج اكسس هيبقى ايه؟ هيبقى ده هنا هوريزونتال وهنا هيبقى هوريزونتال، صح ولا لا؟ لو احنا حطينا النظارتين على بعض هتلاقي ان انت شايف زي ما هي في الصوره دي كده، لو احنا حطينا النظارتين موازيين لبعض هتلاقي ان انت شايف الايه
شايف الخطوط اللي ورا، ولكن ايه بتبقى خافته شويه، تمام؟ لان النظاره بتبقى بتعمل حاجتين، بتعمل بولاريزيشن للضوء وبتقلل الايه الانتنسيتي عشان عينك، تمام؟ يبقى هي بتعمل عمليه بولاريزيشن وبتقلل الانتنسيتي، ولذلك هتلاقي النظاره دي قللت الانتنسيتي ودي قللت كمان شويه، وبالتالي انت شايف الضوء اللي ورا ولكن بايه خافت شويه. طب بنقول بقى لو انت حطيت النظاره، زي ان احنا قلنا انا كنت قايل لك دي فيرتيكال، اسف دي هوريزونتال، ولو انت جبت نظاره تانية وخليتها بالشكل ده كده هتبقى زيها بالظبط وحطيتهم على بعض. يعني انت هتجيب نظاره تانية وهتحطها بالشكل ده كده زي الرسمه اللي هنا دي، قلنا اللي تحت هيبقى الخطوط ليها بتبقى ايه، بتبقى هوريزونتال. طب انت لما قلبت النظاره بقت الخطوط ليها ايه، بقت ليها فيرتيكال، صح ولا لا؟ يبقى الاولى هتمرر الموجات زي ما احنا كنا قايلين في الرسمه اللي فاتت، والتانية هتحجبها. ليه؟ لان احنا قلنا اللي تحت هيبقى الخطوط ليها ايه هوريزونتال، واللي قريبه مننا اللي فوق هيبقى الخطوط ليها ايه فيرتيكال. يبقى الضوء اللي هيمر من دي هيبقى هوريزونتالي، صح ولا لا؟ وطبعا لما يجي يمر من الفيرتيكال هيحصل له هتحجبه. ولذلك زي ما انت شايف في الرسمه اللي قدامك، انت لو حطيت النضارتين، لو انت جبت النضارتين زي بعض وحطيتهم على بعض بالشكل ده، هتلاحظ ان انت مش شايف حاجه خالص. يبقى في الحاله دي بنقول ان طبعا هيبقى انت حجبت الضوء، لان في مركبه عدت هوريزونتال والتانيه هتحجب الهوريزونتال، وبالتالي مش هتشوف الضوء. طبعا لو حطيتهم على بعض بالشكل ده هتلاقي الضوء اللي ورا خايف. ده لو انت هتشتري النضاره وعايز تعرف هي اصليه ولا لا، والبولاريزيشن اللي فيها مظبوط ولا لا. طيب بنقول هل زي ما انا كنت بقول لك من شويه، النضاره اللي احنا بنستخدمها هل هي طبعا بتقلل او بتشيل بتحجب مركبه من مركبات الضوء اللي بيعدي؟ احنا قلنا ان الضوء كان بالشكل ده مركبات في جميع الاتجاهات، وهي ما بتسمحش بمرور. لو هي كانت فيرتيكالي طبعا، يبقى لو كان البولارايزنج اكسس كان فيرتيكالي، بنقول في الحاله دي ايه اللي هيمر؟ المركبه الفيرتيكال بس، اللي انا هنغير لون القلم ونجيب لون تاني، نقول اللي هي هتبقى دي اللي هتعدي بس. يبقى لما البولارايزنج اكسس يبقى فيرتيكالي دي اللي هتعدي، لو البولارايزنج اكسس كان هوريزونتال يبقى المركبه دي هي اللي هتعدي. وانا قلت لك تاني، ده جزء انا ممكن اسالك فيه، اجيب لك انا قلت لك الموجه دي هتمر فيرتيكالي بولارايزنج اكسس، هتقول او مثلا بولارايزر الاكسس بتاعه از وليكن از ارينجد مثلا، او از يعني از فيرتيكال، خلاص؟ لو انا قلت لك ان الموجه دي هتمر من ايه الاكسس، من بولارايزر الاكسس بتاعه فيرتيكال، هتقول لي يبقى هنا الموجه دي اللي هتعدي في الاختيارات. مثلا لو انا قلت لك ان هو هيبقى هوريزونتال، يبقى هتقول ان ايه الموجه اللي هي بالشكل ده هي اللي هتعدي. طب بما ان احنا قلنا ان هو هيعدي جزء من الموجات وهيحجب جزء من الموجات، يبقى هنا في الحاله دي مش في جزء من الالكتريك فيلد لن يسمح له بالمرور، هيمتص يعني، يعني الانتنستي هتقل، تمام؟ فاحنا هنا بنقول ان الانتنستي ده او ذا انتنستي اوف ترانسميتد بولارايزد لايت، يعني شده الضوء اللي هيمر مش هتبقى زي الايه؟ زي شده الضوء الاصليه، زي ما احنا قلنا نفس الكلام ووضحناه بالصوره اللي هي قدامي دي. قلنا طب ايه اللي هيحصل؟ البولارايزد لايت انتنستي هتقل، طبعا بنقول هتقل وهنحسبها بقاعده اسمها ذا وان هاف رول. يبقى احنا عشان نحسب الانتنستي للبولارايزد لايت اللي هو طبعا بنقول هتبقى ايه؟ قلنا هتساوي نص شده الضوء الايه؟ الاصليه. يعني احنا قلنا لو انا جيت قلت لك ده بولارايزر ومره في شعاع ضوئي شدته كانت اي نود، قلنا الشده اللي خارجه هنا اسمها اي هتساوي نص الاي نود. يعني لو انا جيت قلت لك مثلا الشده هنا كانت 10 وليكن كانت 10، وهنا الشده هتساوي كام؟ هتقول لي هتساوي 5. طبعا الشده لو احنا عايزين نفتكر الشده هتساوي الباور على الاريا، يعني هتساوي الوات على المتر مربع، عشان لو احنا عايزين نعرف يبقى دي هتساوي 10 وات على المتر مربع، يبقى دي هتساوي 5 وات على الايه؟ على المتر مربع. يبقى لو انا جيت قلت لك الانتنستي او الانسيدنت انتنستي اللي هي الشده الضوئيه اللي ساقطه على البولارايزر كانت بتساوي 10 وات على المتر المربع، وطبعا اللي هنا فيرتيكالي بولارايزد يعني حصل لها بولارايزيشن فيرتيكالي، الانتنستي بقى اللي خارجه من البولارايزر ده نحسبها هتطلع بكام؟ طبعا هتقول لي هتساوي نص ال 10 اللي هتبقى كام؟ هتبقى 5. دي بنسميها ذا وان هاف. هنتكلم عن حاجه ثانيه بقى اسمها الريفليكشن اند ريفراكشن، هنتكلم عن ظاهره الانعكاس وظاهره الانكسار. بنقول في ظاهره الانعكاس والانكسار عموما دول بياكدوا لي ان احنا هنا ان الضوء عباره عن الكتروماجنتيك ويفز. طيب هنا هنبدا نعمل ايه؟ هنبدا نفترض ان الضوء او هنستخدم حاجه اسمها ذا راي موديل اللي هو نظام الاشعه. احنا هنا لما نيجي نتكلم عن الضوء كموجه هنبدا نرسم اسهم ونقول وليكن ده السهم الشعاع الساقط،
وده شكل الشعاع المنعكس وده شكل الشعاع المنكسر. يبقى احنا هنا عشان نوضح ونبسط عملية الريفليكشن والريفراكشن قلنا هنستخدم حاجة اسمها ايه؟ ذا ري موديل. ذا ري موديل ان احنا هنفترض ان الموجات، او مش هنفترض، بنقول ان الموجات الضوئية بتتحرك في خطوط مستقيمة، فاحنا هنرسم خطوط مستقيمة. النظام ده كله اسمه ذا ري موديل. يبقى احنا لما نيجي ندرس الموجات الضوئية تحت هذا الابروكسيميشن، تحت هذا التقريب، يعني احنا هنيجي ندرس الموجات الضوئية بالتقريب ده ان هي عبارة عن خطوط مستقيمة، بنقول ده علم الجيومتريكال اوبتكس. تمام. طيب هنتكلم في البداية عن الريفليكشن. قلنا عشان نتكلم عن الريفليكشن بنقول نفترض ان احنا انا عندي وليكن ضوء هيسقط على سطح عاكس زي المراية. لو انت جبت قلم الليزر وسلطته على المراية هتلاحظ ايه؟ هتلاحظ ان الشعاع انعكس الناحية التانية، صح ولا لا؟ تمام. طب هل الانعكاس ده بيبقى ليه قواعد وليه قوانين وليه حسابات ولا عشوائي؟ نقول لا، ده طبعا لو انا عندي شعاع ضوئي سقط على مادة، ايه ده هو مادة ايه؟ نقول طبعا انت بتبقى واقف في الهواء. طب نتيجة ان الشعاع الضوئي بيقابل حاجة اسمها الانترفيس اللي هو الحد الفاصل ما بين الهواء وما بين المراية، بنقول ممكن يحصل له احد الايه، الحاجات اللي احنا هنقولها دلوقتي، ممكن يحصل له ريفليكشن انعكاس، ممكن يحصل له الترانسميشن، ممكن يحصل له ريفليكشن وترانسميشن، يعني جزء منه يحصل له ريفليكشن وجزء منه يحصل له ترانسميشن. تمام. يبقى بنقول ان هو الشعاع الضوئي الساقط على اي حد فاصل، يعني بينتقل من ماده الى ماده، الحد الفاصل هو الحد الفاصل بين مادتين مختلفتين، قلنا ممكن يحصل له ابسوربشن يعني يمتص، ممكن يحصل له ترانسميشن يعني ينفذ يمر، ممكن يحصل له ريفليكشن يعني ينعكس، ممكن يحصل له ايه زي ما احنا بنقول اللي هو ريفراكشن يعني يحصل له انكسار. يبقى ابسوربشن ده عندما يمتص، يمتص لما يسقط على خاصة الأجسام اللي احنا بنقول عليها الأجسام السوداء، اللي هو سقط على بلاك بادي يعني جسم أسود، بنقول في الحالة دي أنت بتشوف الجسم أسود دي، بنقول لأنه هو امتص جميع الأشعة الضوئية اللي ساقطة عليه. ممكن يحصل له ريفليكشن، بنقول زي المراية مثلا، يبقى في الحالة دي بنقول حصل له ريفليكشن. ممكن يحصل له ترانسميشن يعني نفاذ، لو كان طبعا الجسم ده زي الزجاج مثلا هيحصل له ترانسميشن، صح ولا لأ؟ طبعا الترانسميشن طبعا مع حاجة اسمها الريفراكشن اللي هو بيحصل له نفاذ مع الانكسار في شكل الشعاع، زي ما احنا لما نيجي نشوف مثلا اي، لو انا عندي جسم مثلا وموجود تحت المايه، طبعا بتلاحظ ان الزاويه اللي انت بتشوفه بيها بتختلف، بنقول ده نظرا للريفراكشن وهندرسه كمان شويه. بنقول ده اللي انا كنت بقوله من شويه، لو انت عندك شعاع ضوئي سقط على وليكن ده جسم من الزجاج، الحد الفاصل ما بين الجسم الزجاجي والهواء ايه اللي حصل؟ هنا ممكن يحصل لك جزء يحصل له ريفليكشن وجزء يحصل له ريفراكشن. اللي حصل له ريفراكشن ده بنسميه ترانسميتد، يعني حصل له نفاذ. طبعا هنا النفاذ طبعا بنقول ان حصل له نفاذ، ولكن الشعاع حصل له انكسار زي ما احنا شايفينه، وده طبعا حصل له ايه؟ ريفليكشن. طبعا لو الجسم ده كان اسود بنقول في الحاله ده هيحصل ابسوربشن، يعني الجسم هيمتص جميع الايه؟ الاشعه الضوئيه ومش هيعكس حاجه خالص، ولذلك هنشوف الجسم وكانه ايه؟ ولونه اسود. طبعا ده الري موديل بقى. الري موديل بنقول ايه؟ طبعا هنا انا رسمت الشعاع الضوئي بسهم، يبقى هنا الانسيدنت ري طبعا، وده الريفليكتد راي، وده الريفراكتد راي. احنا قلنا احنا هنركز دلوقتي على الريفليكشن، يبقى احنا الجزء اللي تحت ده مش هدرسه دلوقتي، هدرسه كمان كام دقيقه. طيب هنا بنقول القواعد بقى في الريفليكشن والريفراكشن والكلام ده كله، بنقول ايه؟ بنقول اول حاجه زي ما قلنا احنا هنرسم الاشعه الضوئيه على شكل اسهم، هنرسم الحد الفاصل على شكل ايه؟ ايضا خط مستقيم. بنقول القاعده بتقول ايه؟ الشعاع الضوئي الساقط والشعاع الضوئي المنعكس او المنكسر اللي هو الريفراكتد، بس خلينا احنا في المنعكس دلوقتي، يبقى نقول الشعاع الضوئي الساقط اللي هو الانسيدنت ري والريفليكتد ري والانترفيس اللي هو الحد الفاصل زي ما احنا كنا بنقول ما بين الوسطين، يبقى ده الساقط وده المنعكس وده الحد الفاصل والعمودي على الحد الفاصل، بنقول جميعهم بيكونوا في مستوى واحد. المستوى ده هنفترض ان هو الشاشة اللي انا برسم عليها دلوقتي او الورقة اللي انت بترسم عليها، نقول جميعهم، يبقى هنا الشعاع الساقط والشعاع المنعكس والعمودي على الايه، على الحد الفاصل هو اللي احنا بنقول عليه الانترفيس، والانترفيس وزاوية السقوط وزاوية الانكسار كلهم بنرسمهم في مستوى واحد. المستوى ده اسمه ايه؟ بنقول عليه the plane of incidence اللي هو مستوى السقوط، اللي هو لو احنا رسمنا كل الكلام ده على شكل اسهم بيبقى هنفترض ان هو
الورقة اللي احنا بنرسم عليها او الشاشة اللي انا برسم عليها قدامي، تمام؟ يبقى بنقول ده اول ابروكسيميشن احنا بنعمله. نفترض ان الضوء عبارة عن اشعة، والاشعة بنسميها الانسيدنت راي اللي هو الشعاع الساقط، والريفليكتد راي الشعاع المنعكس، النورمال اللي هو العمودي، خلي بالك المسميات، العمودي على السطح العاكس، طبعا الانترفيس ده السطح العاكس، طبعا هنا كلهم بنقول ان كلهم بيقعوا او موجودين في حاجه اسمها بلين اوف انسيدنس اللي هو مستوى السقوط، اللي هو قلنا ان هو مستوى الورقه اللي انا برسم عليها دلوقتي او الشكل. طيب هنا بقى بنقول القاعده كلها في الريفليكشن ايه؟ بنقول ان هنا في الريفليكشن زاويه السقوط بتساوي زاويه الايه؟ زاويه الانعكاس. يعني لو انا قلت لك دي 45 ديجري هتقول لي دي كام؟ هتقول لي دي 45 ديجري. طب لو قلت لك دي 10 ديجريز هتقول لي دي 10 ديجريز، خلاص؟ طبعا يبقى زاويه السقوط هي الزاويه ما بين النورمال العمودي وما بين الشعاع الساقط اللي هو الانسيدنت ري، خلاص؟ يبقى بنقول ان زاويه السقوط الانجل اوف انسيدنس ده هي الزاويه بين النورمال ما بين العمودي وبين الشعاع الساقط الانسيدنت ري. طب الريفليكتد او الانجل اوف ريفريكشن بنقول الانجل اوف ريفليكشن هتبقى الزاويه بين الريفليكتد ري والنورمال اللي هي دي، تمام؟ يبقى بنقول تاني هنا موضح هنا تاني دي زاويه السقوط الانسيدنت انجل او ذا انجل اوف انسيدنس، هنا ده الانجل اوف ايه؟ اوف ريفليكشن، تمام؟ بنقول ان قاعده الريفليكشن عموما بتقول ان زاويه السقوط بتساوي زاويه الانعكاس، ده باختصار. طيب هنا بنقول هل كل الاسطح، يعني هل الضوء لما بيسقط على اي سطح بينعكس بنفس الدرجات؟ بنقول لا، ده هو في حاجه اسمها سبيكولار ريفليكشن اللي هو زي المرايه بالظبط. كلمه سبيكولار جايه من ميرور اللي هي باللاتيني، نقول ده طبعا بيكون السطح اللي هو الفيري سموث اللي هو السطح الناعم جدا، قلنا زي المرايه. يبقى انعكاس الضوء من سطح سموث او فيري سموث بنقول ده بنسميه سبيكولار ريفريكشن، وسبيكولار بنقول ان هو سطح الناعم اللي هو جاي من كلمه ميرور اللي هي باللاتين. طب بنقول لو الجسم كان رف، يعني لو الجسم كان طبعا فيه تعريجات بالشكل ده كده وما كانش سموث، بنقول في الحاله دي طبعا الاشعه الضوئية بيحصل لها انعكاسات بزوايا مختلفة زي ما هنشوفها في الصورة دلوقتي، وفي الحالة دي بنقول ده اسمه diffuse reflection، تمام؟ طبعا diffuse reflection زي الورقة وزي الحيطة وزي الخشب والكلام ده كله، السبيكولار ريفليكشن زي المراية، ده أشهر الإيه؟ أشهر الأمثلة. هنا بنقول هل جميع الأشعة الساقطة اللي هي الانسيدنت rays هل بتنعكس بنفس الزوايا ولا هل بيكون في اختلاف؟ بنقول والله يا جماعه في هنا حاجه اسمها سبيكولار ريفليكشن وفي حاجه اسمها ديفيوز ريفليكشن. بنقول طبعا في السبيكولار ريفليكشن بيبقى السطح الفاصل او اللي هو الانترفيس بيكون طبعا زي ما احنا شايفين بيبقى سموث، يعني بيبقى ناعم جدا، بحيث ان كل الجزيئات اللي هي المكونه للسطح الفاصل ده بتبقى متساويه مع بعضها، وبالتالي هنا في الحاله دي بنقول ان جميع الاشعه المنعكسه بتبقى موازيه لبعضها. ولكن في نوع تاني بيبقى اسمه ديفيوز ريفليكشن، بنقول طبعا هنا بيحصل او بنلاقي طبعا كل جزئيه بتبقى رف مختلفه، او طبعا بيبقى فيه تعريجات زي ما احنا شايفين مختلف عن الاخر، ولذلك بنلاقي طبعا الريفليكتد ريز بيحصل لها ريفليكشن بزوايا مختلفه. طبعا هنا بقى هنتكلم عن اللوز اوف ريفراكشن اللي هي الايه؟ القوانين الايه؟ الانكسار. هنا بنقول عموما ان اشهر قانون هو بنسميه قانون سنيل، بنقول ان سنيلز لو ده قانون بيجيب لي العلاقه ما بين زاوية السقوط وزاوية الانكسار ومعامل انكسار الوسط اللي هو الأول ومعامل انكسار الوسط الثاني. يبقى شكل قانون سنيل بالشكل ده، طبعا لو احنا عملنا له ري ارينجمنت هيبقى شكله كده n1 by n2 equal sin theta 2 by sin theta 1. هنا بنقول ان الـ n بنسميها الريفراكتيف اندكس او الاندكس اوف ريفراكشن، نقول عليه معامل انكسار الوسط طبعا، وهنعرف كمان شويه يعني ايه الريفراكتيف اندكس. ولكن احنا هنا في سنيلز لو بنقول عموما ان العلاقه بين قانون سنيل بيقول لي، او قانون سنيل اسف، بيقول ان العلاقه بين الان وبين ساين ثيتا تبقى علاقه عكسيه، يعني لو معامل انكسار الوسط زاد الزاويه يحصل لها ايه؟ الزاويه تقل. زاويه الايه؟ طبعا بنقول طبعا الزاويه لو احنا قلنا زاويه السقوط او زاويه الانكسار وما الى ذلك. طبعا احنا من شويه قلنا هنعرف الريفراكتيف اندكس، بنقول ان الريفراكتيف اندكس هو العلاقه ما بين سرعه الضوء في الهواء او في الفراغ وسرعه الضوء في ايه؟ في الوسط. طبعا سرعه الضوء في الفراغ بتكون اكبر ما يمكن، فدائما الان تقريبا يا اما بيساوي اكبر، الان دائما بيكون اكبر من او يساوي الواحد
الصحيح بالنسبة إلى المواد المختلفة. طبعا احنا قلنا من شوية إن معامل الانكسار دائما دائما بيتناسب عكسيا مع السرعة. لو احنا خدنا بالنا N1 باي N2 ده هتساوي ايه؟ هتساوي ال V2 باي V1 لامدا 2 باي لامدا 1 ساين ثيتا 2 باي ساين ثيتا 1. بنقول إن معامل الانكسار دائما بيتناسب عكسيا مع السرعة مع الطول الموجي مع ساين الزاوية طبعا اللي احنا بنتكلم عليها. طبعا بنقول ازاي ان احنا نوصل للعلاقة اللي فاتت اللي احنا قلنا عليها. قلنا طبعا احنا الضوء لما يتحرك من مادة إلى مادة بنقول إن الفريكوانسي لهذا الضوء ما بيتغيرش. ليه؟ لأن بنقول إن الوسط ده لا هيكرييت ولا هيدستروي الويفز، مش هيموت الويفز يعني هيدمرها أو ينهيها، ولا هيألف أو يخترع ويفز من دماغه ويفز جديدة. يبقى بنقول إن الفريكوانسي بيبقى كونستانت، وبالتالي احنا هنا بنقول بما ان الفريكوانسي ال F1 ايكوال F2. طب لو احنا قلنا ان سرعة الضوء في الوسط بتعتبر العلاقة دي ان ال V بتساوي اللامدا في الفريكوانسي، يبقى الفريكوانسي هيساوي ايه؟ هيساوي ال V على اللامدا. يبقى احنا قلنا ال F1 بتساوي ال V1 على اللامدا 1، وال V2 هتساوي ال F2 على اللامدا 2. طب احنا لو عوضنا، لو احنا ضربنا الطرفين، لو احنا ضربنا طبعا عندي العلاقة اهي، لو ضربنا الطرفين في C هيبقى عندي C في لامدا 1 على ال V1 هتساوي السي في اللامدا 2 على الفي 2. طبعا السي على الفي 1 هتبقى الايه؟ الان 1، والسي على الفي 2 هتبقى الان 2، وده من تعريف الريفراكتيف اندكس اللي احنا ذكرناه ايه سابقا. في الحاله دي هيبقى عندي الان 1 لامدا 1 بيساوي ان 2 لامدا 2، يعني الان 1 على الان 2 هيساوي اللامدا 2 على اللامدا 1. طبعا ده اللي احنا شفناه في الايه؟ في القانون اللي فات. يبقى احنا من سنيلز لو نعرف ان الان 1 على الان 2 هيساوي الساين ثيتا 2 على ساين ثيتا 1، والفي 2 على الفي 1، واللامدا 2 على اللامدا 1، وما الى ذلك. طبعا ده اكزامبل محلول. طبعا لو احنا عوضنا في قانون سنيل هتلاقي ببساطه جدا هتعرف ايه ان انت تحل وتطلع. طبعا ده نفس القصه ما فيهاش اي مشكله خالص، ولكن بس الفكره هنا ان احنا لو احنا جينا قلنا ان الوسط الاول اللي انا افترضته مثلا هو كان فراغ هسميه الان نود. لو انا قلت ان نود على الان مثلا هيساوي ايه؟ قلنا هيساوي اللمضة على اللمضة نود، تمام؟ وطبعا هنا ال N نود ده للهواء، ال N نود بكام؟ قلنا للهواء أو للفراغ بواحد، يبقى لو أنا قلت واحد على ال N قلنا هيساوي اللمضة على اللمضة نود، تمام؟ أو إحنا ممكن طبعا نقول إن ال N في اللمضة هيساوي اللمضة نود، يعني ممكن نقول اللمضة هيساوي يا جماعة قلنا هيساوي اللمضة نود على اللمضة. طبعا ده إيه باختصار. وطبعا لو إحنا عرفنا لمضة نود نعرف نحسب ال V ال F نود، وطبعا نعرف نحسب الايه السرعه وما الى ذلك وهكذا، تمام. طبعا بنقول في حاجه اسمها التوتال انترنال ريفليكشن اللي هو الايه الانعكاس الكلي. بنقول ان الانعكاس الكلي ده تعريفه ايه؟ بنقول هو عباره عن انعكاس، يعني الضوء بيكون ساقط مثلا بزوايا مختلفه هنشوف دلوقتي. طبعا بنقول لو احنا زي هو زي ده كده بنقول هنا في الحاله دي حصل له انعكاس كلي. بنقول طب الانعكاس الكلي ده بيحصل ازاي؟ بنقول والله لو الضوء سقط طبعا في اتجاه النورمال اللي هو العمود على السطح الفصل بيمر ما بيحصلوش اي حاجه. قلنا لو سقط بزاويه معينه بيحصل له انكسار، لو زودنا يحصل طبعا لو زودنا زاويه السقوط هتزيد زاويه الانكسار، لو زودنا زاويه السقوط تزيد زاويه الانكسار، لو زودنا زاويه السقوط. طبعا بنيجي عند نقطه معينه بنلاقي ان هنا الشعاع المنكسر بينكسر او بتكون زاويه الانكسار 90 درجه. في الحاله دي بنقول ان زاويه السقوط هي بنسميها الكريتيكال انجل. يبقى بنعرف الكريتيكال انجل بنقول ايه بقى؟ بنقول هي عباره عن زاويه في الوسط الاعلى في الريفراكتيف اندكس. يبقى بنقول ان الكريتيكال انجل هي الزاويه في الوسط الاكثر كثافه. نخلي بالنا من الاكثر كثافه دي، بنقول ان زاويه السقوط الزاويه الحرجه هي زاويه سقوط في الوسط الاكثر كثافه يقابلها زاويه انكسار في الوسط الاقل كثافه بتساوي 90 درجة. يبقى نقول الزاوية السقوط اللي احنا كنا بنسميها ثيتا 1 هتساوي ثيتا سي، طيب، ويقابلها ثيتا 2 بتساوي كام؟ بتساوي 90 ديجري. طب نعوض في قانون سنيل كده، مش احنا كنا بنقول ال N1 ساين ثيتا 1 بتساوي ال N2 ساين ثيتا 2. طب ال N1 هنا لو افترضنا ان ده وليكن نسمي ده ال N1 ونسمي ده ال N2 وليكن، في الحالة دي هيبقى ال N1 ساين ثيتا 1 اللي احنا قلنا عليها تبقى ساين ثيتا سي هتساوي ال N2. ال N2 لو احنا افترضنا ان هو هوا مثلا، او هنخلي ال N2 دلوقتي بلاش نقول ان هو ال N2 في ساين ثيتا 2، ثيتا بكام؟ قلنا ب 90 درجة. يبقى ساين 90 بكام؟ قلنا ساين 90 بواحد. يبقى هنقول ان ال N1
ساين ثيتا و سي بتساوي الان 2، يبقى ساين دي 1 دي 1 ساين ثيتا سي بتساوي الان 2 على الان 1، حيث ان ايه ما تنساش ان الان 1 هتكون دائما اكبر من الان 2، احنا قلنا لان هي في الوسط الاكبر كثافه. تمام، بنقول بقى هنا لو زاويه السقوط زادت عن الثيتا في اللي هي الزاويه الحرجه، قلنا بيحصل للشعاع ايه انترنال ريفليكشن، خلاص يبقى بنقول عليه انعكاس كلي، يعني مفيش جزء منه بايه بينكسر ويمر في الوسط الاقل كثافه. يبقى تاني بنقول عند سقوط شعاع من الوسط الاكثر كثافه اللي هو الهاير ان ريفراكتيف اندكس، قلنا ايه اللي بيحصل؟ قلنا الشعاع طبعا كل ما بنزود زاويه السقوط زاويه الانكسار بيحصل لها زياده مقتربه من سطح الايه مقتربه من ان هي تبقى موازيه لسطح الايه لسطح الانترفيس، لغايه لما نوصل لدرجه معينه او زاويه معينه عندها بيكون الشعاع المنكسر موازي للايه للانترفيس سيرفيس، يعني زاويه الانكسار بتساوي كام؟ بتساوي 90 درجه. يبقى لما زاويه الانكسار تبقى 90 درجه زاويه السقوط يبقى اسمها الثيتا في اللي هي الزاويه الكريتيكال انجل الزاويه الحرجه. طبعا لو عوضنا في قانون سنيل هنلاقي ان ساين ثيتا سي هيساوي ال ان 2 ديفايدد باي ال ان 1، حيث ان ال ان 1 اكبر من ال ان 2، ده شرط طبعا مهم جدا. تمام، ده طبعا توضيح اخر ولكن باستخدام البي والاي، لو قلنا ساين اي وساين بي والوسط اي والوسط بي هو نفس الكلام اللي احنا قلناه من شويه، ولكن ده كتاكيد او توضيح باستخدام رموز. تمام، طبعا التطبيق العملي على طبعا الكلام اللي احنا قلناه من شويه اللي هو التوتال انترنال ريفليكشن، وخاصه التطبيق الطبي بنقول اللي هو الاوبتيكال فايبرز اللي هي زي ما احنا قلنا الالياف الايه الالياف الضوئيه اللي احنا بنستخدمها كنوع من المناظير ان احنا نقدر نشوف او ان احنا نوصل لاورجنز صعب ان احنا نوصل لها بالجراحه او ايه او اللي هي الكلاسيكال تكنيك. طبعا هنا بنقول ان احنا ممكن نعمل عمليه بولاريزيشن بالريفليكشن، يعني احنا ممكن ايضا احنا قلنا ممكن نعمل عمليه بولاريزيشن باكثر من ايه من طريقه، احنا كان فيهم ممكن نعمل بولاريزيشن بالترانسميشن او بالبولارويد، او ممكن نعمل بولاريزيشن هنا بالريفليكشن. بنقول طبعا لو انت عايز تعرف الكلام ده قلنا هنا لو انت خدت بالك بص على الصوره اللي ناحيه اليمين والصوره ناحيه الشمال، هي طبعا نفس الصوره ولكن هنا باستخدام بولارايزد سان جلاسز، يعني هنا استخدمنا بولارايزر وهنا ما استخدمناش بولارايزر. هنا بنلاحظ طبعا ان انت لو بصيت بعينيك العاديه للصوره دي بنقول هنلاحظ ان انت هتلاقي فيه وميض، او طبعا يعني ايه هتلاقي ان الضوء مشتت في اتجاهات عده فانت مش هتقدر تميز الصوره قوي، وده طبعا فكره استخدام اللينسز للكاميرات. الناس البروفيشنال بتستخدم كاميرات طبعا الناس المحترفه هتلاقي طبعا بيركب عدسه ويشيل عدسه، ده طبعا عشان يعمل ايه يشيل طبعا او ان هو يمنع طبعا المركبات من الضوء ان هي تظهر ويسمح لمركبات اخرى ان هي تمر اللي احنا قلنا عليها البولاريزيشن. يبقى ده باستخدام البولاريزر او باستخدام اللينسز اللي هتعمل بولاريزيشن للضوء. بنلاحظ طبعا الصوره واضحه وزي ما احنا شايفين الاسماك اللي ظاهره هنا، وطبعا هنا بالنظر العادي طبعا مش هنشوف. بولاريزيشن باي ريفليكشن اند بريوستر لوز بريوسترز لو، بنقول طبعا احنا من شويه واحنا بنتكلم على البولاريزيشن قلنا احنا ممكن نعمل بولاريزيشن عن طريق اكتر من حاجه، اللي هي البولاريزيشن باستخدام البولارويد او البولاريزر، وبولاريزيشن باستخدام الريفليكشن او الريفراكشن. تمام، هنا هنتكلم على الريفليكشن والريفراكشن، بنقول او البولاريزيشن باستخدام الريفليكشن والريفراكشن. بنقول هنا باختصار لو انا عندي شعاع ضوئي امبولارايز زاد كده وسقط على السطح الفاصل بين وسطين مختلفين، قلنا في الحالة دي ايه اللي هيحصل يا جماعة؟ بنقول والله احنا الشعاع المنعكس هيبقى ليه خصائص والشعاع المنكسر هيبقى ليه خصائص. تمام، بنقول طبعا في البداية هنراجع نقول ان احنا قلنا قبل كده ان الشعاع الساقط اللي هو الانسيدنت راي والريفلكتد راي والريفلكتد راي والسطح الفاصل كل دول بنرسمهم في ورقة او الشاشة اللي قدام اللي احنا بنسميها البلين اوف انسيدنت. تمام، بنقول وجد عمليا في عالم هنعرف اسمه دلوقتي اللي هو اسمه بريوستر، ده وجد ان احنا لما يسقط الشعاع بزاويه بنسميها البولارايزنج انجل او البريوستر انجل اللي هي الثيتا بي، بنقول هو لاحظ ان بيكون الشعاع اللي هو الريفلكتد راي بيكون متعامد على الريفراكتد راي، يعني الزاويه دي 90 درجه، دي اول حاجه. ثاني حاجه ان الشعاع الريفلكتد الشعاع المنعكس بيكون بولارايزد، يعني ايه بولارايزد؟ بنقول ان هو بيكون مستقطب، يعني بيبقى مركبه واحده بس اللي بتعدي. طب اي مركبه بتعدي؟
هنرجع نقول لو احنا افترضنا ان ده unpolarized incident ray، بنلاقي طبعا ان هو في مركبات عدة، مركبات وليكن باختصار نقول مثلا مركبة في اتجاه زي ما احنا شايفين بالشكل ده، ومركبة النقطة اللي هتبقى لداخل وخارج الشاشة. طيب هنا مستوى الانسيدنت، البلين اوف انسيدنس اللي هو ايه؟ اللي هو الشاشة. يبقى ده النقطة عمودية على الشاشة، ودي في مستوى الشاشة. بريوستر لقى ايه؟ لقى ان لما يكون الزاوية بين، لما يكون الشعاع ساقط بزاوية ثيتا بي، ان هيبقى الريفليكتد راي والريفراكتد راي بينهم زاوية 90، وان الشعاع الريفليكتد بيكون بولارايزد، وبيكون ايه يعني الشعاع المنعكس بيكون عبارة عن مركبة واحدة فقط. المركبة هي عبارة عن المركبة العمودية على مستوى الشاشة اللي هو البلين اوف انسيدنس. يبقى تاني هنا بنقول لو شعاع ضوء ساقط بالثيتا بي هيحصل له ايه؟ والله يا جماعة هيحصل انعكاس. الانعكاس ده هيبقى مميزاته ايه؟ هيبقى بولارايزد، بحيث ان اتجاه البولاريزيشن عمودي على الشاشة، يعني عمودي على البلين اوف انسيدنس. بس لا، بنقوله الشعاع المنكسر هيكون عمودي على الشعاع المنعكس، وبيكون ايه؟ بيكون partially، يعني بنقول ان هو بيكون partially polarized، يعني بيكون ايه؟ polarized، ولكن polarization جزئية. تمام؟ احنا هنا بنقول طب ال refracted ray احنا قلنا ان هو هيبقى partially polarized، هيبقى partially polarized ايه بقى؟ طبعا بما ان هنا الشعاع معظمه احتوى على ايه؟ على المركبة العمودية على الشاشة، يبقى ده هيبقى ايه؟ معظمه المركبة الموازية للشاشة، وجزء من الايه؟ المركبة اللي هي ايه؟ اللي هي العمودية على الشاشة، ولكن هو هيبقى خليط من الاثنين، ولكن معظمها ايه؟ معظمها هيبقى اللي هي ال parallel to the plane. ليه؟ لأن احنا قلنا ان طبعا كل الأشعة اللي انعكست هنا ايه؟ لو احنا افترضنا ان هنا عندي 10 أشعة، او الشيء ان هي هنقول بنسبة 10% كانت ايه؟ الكومبوننت اللي هي عمودية على الشاشة دي، انعكس منها 7، يتبقى هنا كام؟ 3، صح ولا لا؟ ولكن احنا هنا قلنا ان الخطوط اللي كانت موازية دي كانت 10 ايضا، هيبقى ال10 هنا ايه؟ هما اللي مروا. يبقى الشعاع اللي هنا ده فيه نسبة 10%، اسف، هيبقى فيه 3 من ال10 بيبقوا عموديين على الشاشة، و10 من 10 بيبقوا موازيين للشاشة، ولذلك يبقى هنا معظمه ايه؟ معظمه اللي هو موازي للشاشة، ولذلك احنا هنا بنقول ان هو partially polarized. لو بريوستر انجل اللي احنا ده الكلام اللي احنا قلناه. طب لو جينا نطبق الكلام ده بقى، مش احنا قلنا ان الزاوية دي 90 درجة، وطبعا الزاوية دي كلها 180، هيبقى دي زائد دي بكام؟ ب 90 درجة. يبقى ثيتا بي زائد ثيتا ار الاثنين مجموعهم بيساوي كام؟ بيساوي 90 درجة، صح ولا لا؟ يبقى نيجي نطبق بقى قانون سنيل. قلنا سنيل هنا لو احنا قلنا لو الشعاع الضوء ساقط بزاوية سقوط ثيتا بي، يبقى نقول N1 ثيتا بي بيساوي ايه؟ بيساوي N2 ثيتا ار، صح ولا لا؟ طب احنا قلنا N1 ثيتا بي، عايزين نحسب، احنا الهدف من الكلام ده ان احنا نحسب بريوستر انجل او البولارايزنج انجل. طيب هنا هنقول بيساوي N2 ثيتا ار. طب ثيتا ار بتساوي ايه؟ مش من القانون ده بتساوي 90 ناقص ثيتا بي، صح ولا لا؟ يبقى هتساوي ساين 90 ناقص ثيتا بي. ساين 90 اي ساين 90 ناقص الزاوية ده بيساوي كوساين الزاوية، تمام، اللي هي هنا بقى تساوي N2 كوساين ثيتا بي. طب يبقى شكل القانون بقى عامل ازاي بقى؟ N1 ساين ثيتا بي بيساوي N2 ساين كوساين ثيتا بي. طب يبقى انا عندي هنا لو انا قسمت الطرفين على الساين، هيبقى عندي هنا N1 بيساوي N2 تان، انا عندي ساين ثيتا بي على كوساين ثيتا بي بيساوي تان ثيتا بي، تمام. هيبقى عندي N1 بيساوي N2 تان ثيتا بي، يبقى ثيتا بي تان ثيتا بي بتساوي ايه؟ هيساوي N2 على N1، تمام. طب لو انا عايز اجيب ثيتا بي هقول تان ماينس 1 N2 على N1. ده باختصار ده بالنسبة للبريوستر انجل وبريوستر لو والبولاريزيشن باستخدام الريفليكشن والريفلكت. طبعا هنا دي كلها اكزامبلز، انت طبعا حلها موجود تحت عندك، يعني حاطط لك كل واحد هيعايز يسأل في اي حاجة. طبعا هنا هنتكلم عن الـ Image Formation اللي هي تكون الصورة باستخدام العدسات، وهنتكلم عن قوانين العدسات. في البداية بنقول إن إحنا عندي نوعين من العدسات، في حاجة اسمها العدسة المحدبة والعدسة المقعرة. طبعا بيكون في أكتر من نوع، مش شرط يكون في العدسة المحدبة فقط والمقعرة فقط، ولكن أشهرهم العدسة المحدبة والعدسة المقعرة.
اللي احنا ممكن نقول عليها الكونفيرجنج لينس والدايفيرجنج لينس. تمام، طبعا بنقول ان عندي في حاجه اسمها الاوبتيك اكسس اللي هو محور العدسه. محور العدسه بيكون عباره عن خط مستقيم وهمي تخيلي، مش موجود، ما بنشوفوش يعني ولا اي حاجه، بيكون مارا بالسنتر بتاع العدسه. السنتر بتاع العدسه هو عباره عن نقطه في منتصف العدسه. يبقى الخط المار بهذا السنتر الافقي اللي هو قدامي ده بقول عليه محور عدسه او الاوبتيك اكسس. بالنسبه للعدسات المحدبه بيقول عند سقوط اشعه متوازيه وموازيه لهذا المحور بيحصل لها ايه؟ قلنا بتتجمع في نقطه، هذه النقطه تسمى البؤره، ده فوكس. تمام، يبقى عند سقوط اشعه موازيه لمحور العدسه بتتجمع في نقطه اسمها الفوكس اللي هي العدسه، للاسف البؤره. تمام، تمام. المسافه بقى بين البؤره وبين سنتر العدسه ده بنسميه ذا فوكال لينث، البعد البؤري، البعد البؤري. ما ننساش ان العدسه هي عباره عن قطعه من الزجاج من شكل كروي. يعني لو انت خدت بالك هتلاقي ان العدسه المحدبه هي عباره عن قطعه من شكل كروي. يعني لو انت عندك كره من الزجاج كده وانت قدرت ان انت تقطع منها جزء بالشكل ده هتلاحظ ان ده شكل العدسه بالظبط. كذلك الأمر لو أنت بتتكلم على العدسة المقعرة. طبعا بنقول في حاجة اسمها radius of curvature اللي هو نصف قطر التكور، اللي هو نصف قطر الكرة اللي مصنوع منها العدسة. تمام، دائما هتلاقي إن نصف قطر التكور الـ R هيساوي 2F، الـ R هيساوي 2F، يبقى نصف قطر التكور دائما بيساوي 2F اللي هو ضعف البعد البؤري. تاني، البعد البؤري ده عبارة عن the distance between the focus and the center of the lens، يعني هي عبارة عن المسافة بين الفوكس اللي هي البؤرة وبين مركز العدسة. بعد كده هنتكلم زي ما احنا قلنا عن الـ image formation، ازاي ان انت تعمل صورة باستخدام الرسم او باستخدام القوانين. هنبدأ باستخدام الرسم الأول، أو خلينا نبدأ باستخدام القوانين الأول. ببساطة جدا القانون اللي بيحكمني هنا اللي هو بيحكم طبعا الثين لينسز اللي هي العدسات الرقيقة. تمام، القانون اللي بيحكم العدسات الرقيقة اللي هو إيه؟ قول لي لو أنا عندي عدسة، وطبعا العدسة دي صورة لأوبجيكت ما زي اللي هو اللي قدامي ده في منطقة زي ما أنت شايف بالشكل ده، المسافة من السنتر بتاع العدسة لموضع الأوبجيكت اللي هي المسافة دي بنسميها أحيانا بقى ممكن نسميها بي، تلاقي كتب تسميها اس، مش هتفرق معايا، أنا حطيتك القانونين علشان تبقى عارف الاتنين. بعد الصورة المتكونة من السنتر بتاع العدسة البعد الأفقي زي ما أنت شايف كده بنسميها كيو. تمام، لو أنا جيت أشوف العلاقة بين البي والكيو هلاقي إن الواحد على الإف هي واحد على البعد البؤري للعدسة إيكوال 1 ديفايدد باي كيو بلس 1 ديفايدد باي بي. ده باختصار يبقى العلاقة بين البعد البؤري، العلاقة بين البعد البؤري وبين بعد الجسم، خلي بالك هنا، خد بالك من كلمة بعد الجسم وليس طول الجسم، والكيو اللي هي بعد الصورة، والبي قلنا تاني بعد الجسم. بعد الجسم هو البعد الأفقي ما بين السنتر بتاع العدسة وموضع الجسم، خلاص؟ تمام. وطبعا ممكن تلاقي ناس تقول لك عن الكيو اس داش والاف اللي هي ذا فوكال لينث. طبعا لما نيجي نستخدم بقى قوانين العدسات اللي هي الثين لينسز، في عندي حاجه اسمها الساين رول اللي هي قاعده الايه، الاشارات. الاشاره بتبقى ليها مدلول والرقم بيبقى ليه مدلول. طب قاعده الاشارات دي اللي هي ايه؟ طب نشوفها دلوقتي بعد ما نبص على السلايد اللي قدامي. السلايد اللي قدامي ده ايضا بيقول لي في حاجه اسمها ماجنيفيكيشن، سميها ام. الماجنيفيكيشن ده بيساوي سالب الكيو على البي. تمام، يبقى الماجنيفيكيشن ده مهم جدا، السالب ده مهم جدا، السالب ده جزء من القانون هنعرف اهميته وفائدته دلوقتي. الكيو ده بعد الصوره، خلي بالك ده البعد، بعد الصوره. تمام، طب والكيو ده، اسف، السالب كيو بعد الصوره، البي ده بعد الجسم البعد الافقي اللي انا قلت لك عليه من شويه.
أو ممكن نقول إن الماجنيفيكيشن اللي هو الإم هيساوي الواي داش على الواي، أو أحيانا تلاقي كتب تقول لك الإتش داش على الإتش، برضه إحنا بنوصل إيه بالواي داش والإتش داش. هنا بنتكلم على البعد هنا على طول الجسم، لو اتكلمت عن الجسم أهو يبقى الإتش ده الإتش ده طول الجسم. طب والإتش داش ده طول الصورة، ده لاتر إحنا بنسمي ده lateral magnification، ده بنسميه lateral magnification. تمام؟ ازاي برضه؟ لو انا عندي عدسه الجسم قدام العدسه بالشكل ده والعدسه كونت صوره بالشكل ده كده، لو انت خدت بالك هتلاقي ان الاتش او ده الاتش داش اللي هو الطول، ده طول الجسم نفسه. خلاص هتلاحظ اللي قدامك ده ان الاتش داش الاتش داش دي اتش داش او واي داش اكبر من الاتش، يبقى في الحاله دي هنقول ان هنا حصل ماجنيفيكيشن يعني تكبير. طبعا هنعرف الكلام ده برضو واحنا بنتكلم في الساين رولز دلوقتي. خلاص هنا في الجدول اللي قدامي هنعرف ازاي نستخدم الساين الاشارات. تمام، يبقى هنا في قاعده للاشارات متعارف عليها احنا هنتعلم ازاي نستخدمها. احنا واحنا بنتكلم في الثين لينس الايكويشن اللي هي كانت 1 باي اف ايكوال واي باي دي بلس واي باي كيو، او قلنا ممكن البي تلاقي كتب تكتب لك اس كتب تكتب لك الكيو اس داش، وات ايفر انت هتستخدم ايه اوريدي انت هتبقى دلوقتي فاهم الموضوع. باكد تاني، البي هي الديستانس بتوين ذا ديستانس بتوين الاوبجكت والسنتر بتاع اللينس، ده الديستانس. تمام، طيب والكيو، الكيو هي الديستانس بتوين السنتر بتاع اللينس والاوبجكت واسف والايمج. خلاص برضه وات ايفر الايمج هيبقى مكانها فين. طيب انا عايزك تاني تركز معايا في الكلام اللي هقوله ده، لان اللي انا هقوله ده مهم جدا جدا. الطبيعي او المتعارف عليه ان الاوبجكت عرفا يعني لما نيجي نرسمه بنرسمه هيبقى على يسار العدسه، يبقى انت بترسم العدسه كده، والعرف او المتوقع ان الاوبجكت تكون هنا، والمكان ده ويسار العدسه ده بنسميه فرونت يعني امام العدسه. تمام، واحنا المتوقع ان انت لما تعمل كده في الطبيعي ان الصوره هتظهر هنا في خلف العدسه، بنسميها باك على يمين العدسه او على يمين العدسه. تمام خلاص، يبقى كده المتوقع كده. طبعا مش معنى كده ان كل الاوبجكت هتبقى في المكان ده اللي هو على يسار العدسه، ولا كل الصور هتبقى على يمين العدسه، لا. انا بقول لك ده المفروض البدايه او اللي هو المتوقع مثلا. خلاص يبقى لو حصل الكلام ده، لو كان الاوبجكت على يمين العدسه وكان في هنا بنسميها ان فرونت، هيبقى البي بنعوض في القانون ده بالبوزيتيف. خلاص يبقى بص لي على الجدول بقى، هتلاقي الجدول بيقول لك ايه الاوبجكت لوكيشن او ديستانس امتى تكون بوزيتيف، امتى تكون بوزيتيف؟ قال لي بوزيتيف هو ايه الاوبجكت ان فرونت اوف لينس، يبقى لما الاوبجكت يكون هنا يبقى البي هنعوض بايه ببوزيتيف. ازاي؟ يعني سي ان هي المسافه كانت 5 سنتيمتر، يبقى هاجي في القانون وانا بعوض عشان اقسم الاف هعوض بكام؟ البي تتحط بموجب 5 بوزيتيف 5. طيب لو كان الاوبجكت على يسار العدسه كانت هنا هنحطها نيجاتيف 5، يبقى هتبقى نيجاتيف امتى؟ لما تبقى على يسار العدسه، ممكن نقول باك اوف لينس. طبعا المصطلحات الكونفنشنز دي احنا عايزين نعرفها، يعني ايه يعني باك وفرونت، دي مهمه بالنسبه لي. طيب قال لي لما تبقى البي بالبوزيتيف يبقى هنا الاوبجكت از ريال اوبجكت، يبقى از ريال اوبجكت يعني جسم حقيقي ممكن استقباله على على سكرين. طيب لو كانت البي بالنيجاتيف معناها ان هو فيرتشوال اوبجكت، فيمكن استقباله على حائل يعني ما ينفعش تحط سكرين ويطلع عندك الايه الاوبجكت. طبعا الكلام ده بيكون في لما يكون عندي كومباينيشنز اوف لينسز، يعني عندي اكتر من لينس واللينس الاولى بتكبر الجسم او تصغره، واحنا ناخد الصوره دي نستخدمها لتكبيرها مره اخرى فتكون اوبجكت بالنسبه للعدسه الثانيه. فبالنسبه للاجسام اللي هو انا هجيب قلم واحطه قدام عدسه فتكبره، او اجيب شيء معين مادي ملموس واحطه قدام العدسه، طبعا هيكون الجسم ده
ريال هيكون اوريدي البي بالبوزيتيف، ولكن انا بتكلم في حاله الكومبينيشنز، انا بقول قاعده عامه دلوقتي. تمام. نيجي نطبق الكلام ده على الايمج لوكيشن او الايمج ديستنس. الايمج ديستنس تاني بنقول ان احنا متوقعين في الطبيعي ان هي تبقى خلف العدسه. لو كانت خلف العدسه هيبقى في الحاله دي الكيو او الاس ماس بوزيتيف. تمام. والايمج اللي ظهر عندي ريال، ريال اي ان احنا لو جبنا سكرين ودي هتتكون عليها هذه الصوره. تمام. طيب لو اتكونت الصوره في مكان غير المتوقع اللي هي ناحيه اليمين الفرونت انفلينس هتبقى الكيو في الحاله دي نيجاتيف. يبقى نيجاتيف لما تكون الصوره امام العدسه ويبقى في الحاله دي هي فيرتشوال ايمج. خلاص يعني صوره تخيليه لا يمكن استقبالها على حد. تمام. بنقول طب لو انا بتكلم عن الايمج هات الاتش داس والاتش، بنقول لو كان بوزيتيف معناها ان الصوره معدوله، او لو الصوره كانت معدوله هنعوض نحط بوزيتيف. يعني لو انا جيت قلت لك سيب الماجنيفيكيشن ان الايمج بيساوي نيجاتيف كيو على البي، ده لو انا بستخدم الكيو البي، او لو انا بستخدم الاتش داس والواي داس على الواي، امتى نحط الواي داس بنيجاتيف؟ قلنا امتى بتبقى نيجاتيف؟ لما الصوره تكون مقلوبه. يعني لو عندي السهم ظهر مقلوب كده يبقى نيجي نحط طول السهم ده بالنيجاتيف. لو طول السهم مثلا طلع 1 سم يبقى هنا نقول نيجاتيف 1 على سيبان الواي اللي هي طول الجسم، يبقى طول البعد. يبقى خلي بالك لازم تميز ما بين البي وما بين الواي اللي هو ارتفاع الجسم او طول الجسم. تمام. وما بين الكيو وما بين طول الصوره، خلي بالك دي مهمه قوي. يبقى طول الجسم لو كان الجسم مقلوب هنعوض في القانون ده بالنيجاتيف. طيب لو كان طول، لو كان الجسم اسف لو كان الجسم ابرايت يعني معدول هنعوض هنا بالبوزيتيف. طب لو كان مقلوب انفيرتد يبقى هنعوض هنا في القانون ده بالنيجاتيف. خلاص مظبوط. طيب لو كانت عندي، لو كانت عندي العدسه كونفيرجنت يعني عدسه محدده زي ما انا بتكلم عليها دلوقتي، يبقى هنحط الفوق العدسه بتاعها بالبوزيتيف. طب لو كانت دايفرجنت يعني عدسه مقعره هنحط الفوكال لينث بتاعها بالنيجاتيف. خلاص مظبوط. طبعا هنا بيقول لي لو الار انت الار تبقى بوزيتيف ونيجاتيف، بيقول لي لو السنتر اوف كيرفيتشر از ان باك اوف لينث، يعني لو كان مركز التكور اللي هو مركز الكره اللي العدسه مصنوعه منها كان خلف العدسه. خلاص ده في الحاله دي هتبقى هنا الار بالبوزيتيف. طيب لو كان المركز السنتر اوف كيرفيتشر هيكون امام العدسه، سنتر اوف كيرفيتشر زي ما انا قلت لك العدسه مصنوعه من جزء من الكره، كره زجاجيه او كره بلاستيكيه. السنتر اوف كيرفيتشر يعني مركز التكور، اي مركز الكره التي تصنع منها او اللي هي تكون العدسه جزء. بعد كده هنا هنتعلم the graphical method for lenses. هنا ازاي نعمل diagram. لو انا عندي جسم والجسم ده موجود قدام عدسه وعايز اعمل له صوره، بنعمل ثلاث اشعه 3 rays. ماشي. اول ray بيكون خارج من راس السهم، راس الجسم، وبيتحرك موازي لمين ده؟ ده محور العدسه. تمام. تمام. هيحصل له انكسار مارا بالبؤر. تمام ولا تمام. وهنعمل شعاع اخر مارا بالسنتر بتاع العدسه يمر على استقامته ولا يعاني اي انكسار. تمام. وشعاع ثالث بيكون مارا بالبؤره اللي ناحيه، طبعا العدسه يبقى ليها بؤرتين، بؤره هنا وبؤره. خلاص. يبقى الشعاع ده مارا بالبؤره اللي هي ناحيه اللي هي قدام العدسه in front of lens، هيحصل له ايه؟ هيخرج موازي. اي شعاع دخل موازي ايه؟ هينكسر مرن بالبؤر. اي شعاع اتحرك مرن بالبؤر هيخرج موازي للايه؟ لمحور العدسه. خلاص؟ ماشي. اللي هو الاوبتكس، الاوبتيك اكسس. تمام؟ تمام. الاشعه الثلاثه كانوا خارجين من نقطه واحده، لما يلتقوا عند نقطه، خلي بالك تاني هنلاقي ايه بقى؟ النقطه كانت ايه؟ النقطه هنا كانت التقاء الاشعه الثلاثه كان راس السهم، صح؟ تمام. هنا ايضا التقاء الاشعه الثلاثه هيبقى راس السهم. يبقى التقاء الاشعه بدايه كانت عند راس السهم، نهايه هنا هتبقى عند راس السهم. يعني انت هتيجي بقى ترسم ايه؟ تروح جاي هنا عامل لي الاشعه هتلتقي في نقطه، تروح جاي راسم لي من هنا لهنا الايه اللي هو السهم، زي ما انت شايف كده من هنا ترسم لي السهم بالشكل ده.
خلاص. يبقى ده اللي هو ايه زي ما احنا قلنا ده ازاي تحدد الايه الرسم او ازاي تحدد لي تكون الصوره بطريقه الرسم. تمام تمام يبقى احنا كده يعتبر خلصنا الجيومتريكال اوبتكس. اتمنى ان تكون فهمناها. لو في اي حد عنده اي استفسار في اي وقت طبعا الكونتاكت ايميل بتاعي قدامك، انا اتواصل عليه من خلال الايميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.